واجعل الموت راحة من كل شر. في رواية البخاري في الأدب المفرد: واجعل الموت راحة من كل سوء. ليس معنى هذا أن الإنسان يتمنى الموت، لا، هذا الدعاء لا يدل على ذلك، ليس دليلا على أن يتمنى الإنسان الموت. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله كما في سبل السلام، قال: إن هذا الدعاء جمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا يقصد منه أنه يتمنى الموت، وإنما المقصود أنه دعا الله إذا أتاه الموت ونزل به أن يكون هذا الموت حال نزوله به أن يكون راحة له من كل شر سابق ومن كل شر لاحق. يعني يقول: يا ربي، إذا جاء وقت موتي فاجعل وقت موتي راحة لي من كل شر سابق، يعني في الدنيا، ومن شر لاحق، يعني في القبر، لعموم قوله من كل شر.